السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة تكملة للإي سي جي. إي سي جي انتربريتيشن ده عندنا فيرتشوال مونيتورنج. أول حاجة زي ما احنا شايفين كده دي ليد 2 أكيوريت ليد، ده الإي سي جي نورمال ساينس ريزم في بي ويف فولود باي كيو ار اس فولود باي تي ويف. المسافة ما بين التو كيو ار اس ار ريجولار، الهارت ريت بتاعنا هنا 74 بيت بير مينيت. لو جينا بصينا على ريزم تاني، كده المسافة بدأت تبقى ضيقة قوي، الهارت ريت زاد عن 150 زي ما احنا شايفين كده. ده كده بيسموه اس في تي او سوبرا فنتريكولار تيكي كارديا، اس في تي او سوبرا فنتريكولار تيكي كارديا. تمام، شايفين الهارت ريت زاد عن 150، المسافة ما بين الكيو ار اس بدأت تبقى اضيق، المسافة بدأت تبقى اضيق. ده طبعا من ضمن الاتريال ديسريزميا. طيب لو جينا بصينا على حاجة تانية، شوفوا التغيير في الاي سي جي، شايفين الويفز. ممكن اقلل لكم الهارت ريت شوية عشان تبقى واضحة اكتر. يا ترى ايه الريزم ده؟ برافو، ده اتريال فلتر، سو شيب اتريال فلتر.